سيداتي وسادتي أهلا ومرحبا بكم في موجز أنباء الثالثة والنصف من استديوهات خليها على الله. ومعنا للوقوف على الحالة الجوية المتنبئ الجوي سمعة هل وضعتنا في آخر التطورات الجوية والعاصفة الرعدية؟ شو هذا أخ سمعة هل تسمعني؟ دعم مين بعاي أنا أحمد عازر في نشرة الثالثة والنصف. قلت أسألتك عن النشرة الجوية، ما هي آخر تطورات العاصفة الرعدية؟ أنا آسف مش مركز لأني مشوب كثير من البرد. سمعة ما هي آخر التطورات؟ يا أخي يا أحمد والحكي للجميع، أرى أن المنخفض إن شاء الله سيأتي الأحد الماضي. سمعة الأحد القادم هل تقصد؟ لا ركز معاي، الماضي إحنا عندنا بالأردن كل شيء رجع ثلاث أيام وراء أزبط. طيب سمعة ما هو الحالة الجوية الأحد الماضي؟ أخي أحمد حسب الخارطة الجوية يقترب منا منخفض حار جدا، وستهطل بعض الأمطار السخنة والفاترة بين الحين والآخر في جميع المحافظات إن شاء الله. أخ سمعة ماذا حول تعطيل المدارس والجامعات؟ تم تفويض مدراء التربية بذلك، هل تم تعطيلهم فعلا؟ نعم تم تعطيلهم وكان قرار سليم من وزير التربية والتعليم. يعني هناك أمطار كثيفة كحسب ما فهمت منك أخ سمعة. لا هم يروحوا مش من المطر العاد أخ سمعة. مشوب. كان معنا من مركز خليها على الله التنبؤات الجوية المتنبئ الجوي سمعة، شكرا لك سمعة. أخي أحمد. نعم أخ سمعة معك. شو بدي أقول، تمر علي وانت مروح.